كارثة إنسانية وبيئية تهدد قطاع غزة مع تصاعد جرائم الحرب الإسرائيلية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعربي. وتسبب توقف عمل محطة الكهرباء بسبب قصف الاحتلال في عجز كامل للخدمات، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية خطيرة في غزة، والذي اتهمت فيه منظمات حقوقية إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليا وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين. من الثامنة وحتى التاسعة ساعة واحدة فقط، لكنها كانت كافية لتوضيح حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية وراءها في الشجاعية وخزاعة. الدمار لم يكن متوقعا بعدما منع القصف الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الدخول إلى تلك المناطق لإجلاء الجثث والمصابين، فخرجت صور المذابح صادمة بحجم قسوة مرتكبيها. إعدام جماعي لأحد مجموعة من المواطنين، 1، 2، 3، 4، 5 والأخ السادس هنا. مستشفيات القطاع التي لم تسلم من قذائف المدفعية أو الطيران الإسرائيلي، فبعد قصف مستشفى الوفاء أصبح خبر قصف المستشفيات معتادا بعد استهداف مستشفى الشفاء ومستشفى النجار في ذات الوقت الذي تكتظ فيه مستشفيات القطاع بالمصابين، في ظل نقص حاد في جميع المواد الطبية داخل المستشفيات يعادله نقص لا يمكن تعويضه في مستلزمات الحياة الضرورية، وخاصة الكهرباء بعد استهداف في الطيران الإسرائيلي لمحطة الكهرباء الرئيسية، مما زاد من سوداوية المشهد الطبي والإنساني في القطاع. منظمة هيومان رايتس ووتش بدورها تحدثت عن استخدام ملحوظ لقنابل الفوسفور المحرمة دوليا في قصف المدفعية الإسرائيلية لمخيم جباليا ولمدينة غزة، مما يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الذي لم تدغدغه أو تحرك ساكنه كلمة تلك الأم التي تصرخ لتنعي ولدها وتنعي معه كل ما يمت بصلة للقانون الدولي أو للعالم المتمدن. وينضم إلينا في الاستوديو للحديث عن الوضع الإنساني في غزة دكتور ياسر جمال، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة الملف الصحي بقطاع غزة، مؤسس لجنة الإغاثة والدواء بنقابة الصيادلة في مصر. كما أرحب بالأستاذ عباد يحيى، الباحث الفلسطيني بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكما. لكن يعني أستأذنكم نبدأ الأول بالواقع الإنساني اللي بيعيشه أولادنا في غزة، عن حقيقة الوضع الإنساني والأوضاع الطبية والغاز والماء والكهرباء، مع مراسلة قناة الجزيرة زميلة غالية حمد. غالية، يعني كيف تصوري لنا الوضع هناك، حقيقة الأوضاع الإنسانية، وخاصة من يعيشون في الخيام بلا مأوى؟ نعم، يعني اليوم 26 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما زال القصف الإسرائيلي مستمرا على معظم أنحائها، قصف مدفعي وقصف طائرات. قصف المدفعي طبعا كما تعرفون هو قصف عشوائي تماما، يستهدف كل المنازل ويقتل كل من يسقط بالقرب منه أو يصيبه بشظايا ربما تقعده أو تصيبه بعاهة مستديمة. عدد الشهداء وصل حتى الآن بحسب ما أفادت وزارة الصحة 1600 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 8700 إصابة. 68 من الشهداء فقط من رفح، مدينة رفح، الذين وصلوا، هذا العدد هم الذين وصلوا إلى المشافي، إلى مشفى أبو يوسف النجار بشكل خاص. هذا لا يتضمن الأعداد التي ما زالت تحت الأنقاض بفعل تدمير إسرائيل لمنازل على رؤوس ساكنيها ضمن مجزرة رفح التي كانت صباح اليوم واستمرت لساعات قريبة. يعني أيضا من أهم ما حدث في رفح أن مشفى أبو يوسف النجار التي تكلمنا لكم عنها، وهي كانت عيادة فيما مضى وتم تطويرها بعض الشيء لتصبح مشفى، هي مخلاء الآن، أخليت تماما بعد أن تعرض الحي الذي تتواجد فيه المشفى لتهديدات بالقصف، وتعرض فعلا للقصف صباح اليوم. كان هناك قصف استهدف تماما بوابة المشفى. يعني الشهداء ما زالوا موجودون، ما زالوا في المشفى، يعني أخلي الجرحى وأخليت الطواقم الطبية يعني إلى عيادات، وأوضاعهم الآن غاية في السوء.
إجمالا هذا يعقد الوضع الإنساني الموجود في قطاع غزة، إضافة إلى على جانب آخر الكهرباء لم تصل إلى البيوت منذ 4 أيام، ومنذ 5 أيام إلا ساعة أو ساعتين، هذا في أفضل الأحوال وللأماكن المحظوظة، بالإضافة إلى انقطاع المياه. كل هذا يؤدي إلى مشكلة وأزمة حقيقية في صرف المياه العادمة. بلدية غزة حذرت مما أسمته غرق غزة في مياه الصرف الصحي إن استمرت أزمة الوقود التي تعانيها الآن. يعني حتى مشفى الشفاء الذي نتواجد نحن فيه الآن يتعرض لأزمة إنسانية حقيقية في ظل استمرار وصول الإصابات والشهداء إلى المشفى. هم الآن في يعني حالة اكتظاظ شديدة في داخل المشفى، غرف حولت إلى غرف عمليات بشكل طارئ، والغرفة الواحدة تجرى فيها عملية وعمليتين وثلاث عمليات بسبب الاكتظاظ. الوضع الإنساني فعلا يبدو هو أسوأ الملفات الآن في قطاع غزة، ويبدو أنه يسوء في ظل تعمد إسرائيل تعقيد الحياة الإنسانية في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك غالية حمد، مراسلة قناة الجزيرة، كانت معنا من غزة على الهواء مباشرة أو عبر الأقمار الاصطناعية، شكرا جزيلا لك. طيب، يعني في الحقيقة أبدأ بالأستاذ عباد ديحيا، الباحث الفلسطيني بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يعني كما قالت غالية، يعني الوضع الإنساني هو الأسوأ، وربما الأسوأ فيما حدث من قبل من غارات إسرائيلية أو معارك دارت بينها وبين قطاع غزة. كيف تقيم الوضع هناك؟ يعني بالضرورة لابد للنظر الآن في هذه الجولة من المواجهات أو هذه الحرب على غزة إلى قضية مختلفة عن الجولات الماضية. اليوم المدنيون هم المستهدف الرئيسي في هذه الحرب. في المرات القادمة كان يسقط المدنيون ويستهدفون وكأنهم أعراض جانبية للحرب ويتم التعامل معهم بهذا المنطق، ولكن إسرائيل تسعى بشكل مباشر نتيجة الفشل العسكري كما هو واضح إلى استهداف المدنيين، البنية التحتية، تحويل نقمة الناس وغضبها من غضب على الاحتلال إلى غضب على فصائل المقاومة والمقاومة. بالتالي الورقة الإنسانية تبدو الورقة الوحيدة في يد إسرائيل للضغط على الفلسطينيين وخلق نوع من الشرخ بين المقاومة وحاضنتها الشعبية، وبالتالي وإطالة أمد الحرب هو الهدف الأساسي منه، الضغط على الفلسطينيين بهذا الشكل. ولابد هنا من لفت الانتباه إلى قضية أساسية، أن الفلسطينيين وفصائل المقاومة يصرون على كسر الحصار لأن سنوات الحصار جعلت حياة الفلسطينيين غير طبيعية، فما بالك بإضافة هذا الضغط الهائل خلال الحرب. يعني فقط لو أشرنا إلى قضية بسيطة جدا وهي انعدام المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، هذه مشكلة أساسية تضغط على أي كيان أو أي دولة موجود، فما بالك بحالة الحرب الموجودة. وبالتالي فإسرائيل تتعمد هذه المرة، وليس ما يحدث للمدنيين شيء يحدث على الهامش، بل هو الهدف الأساسي من إطالة هذا العدوان واستمراره. طيب دكتور ياسر جمال، يعني إذا كان هذا مستهدف من قبل الاحتلال الصهيوني، إذا الواقع ربما يسوء أكثر. كيف تصف الوضع الإنساني في غزة؟ نعم، بداية بصراحة الوضع الإنساني في غزة يبدأ في حيز جديد وفطور جديد، وهو استهداف الكيان الصهيوني بالتأكيد للمنشآت والمؤسسات الصحية عمدا. هذا طبعا القصد منه هو استخدام الطواقم الطبية العاملة داخل فلسطين، والجميع يعلم أن الطواقم الطبية العاملة داخل فلسطين لا زالت إمكانياتها الطبية في تقديم خدمة علاجية سريعة على الأرض ضعيفة جدا، فاستهدافها يقلل من فرص إتاحة وينقل عدد كبير من حالات الإصابة إلى حالات الوفاة، وهذه النقطة حرجة حتى الآن. النقطة الثانية هو منع دخول عدد كبير من الطواقم الطبية البشرية التي تأتي الكثير من الخبرات الطبية حتى الآن تقف على معبر رفح منذ فترات طويلة حتى هذه اللحظة. والسبب والعائق الرئيسي في هذا الأمر هو أن الموظفين والعاملون على معبر رفح حتى الآن في أجازة العيد، وهذا ما يمنع دخول هذه الطواقم الطبية. هذه نقطة فارقة حتى الآن، وأصبح دخول هذه الطواقم هو الحل الأمثل الذي نعجز جميعا أن تقدمه أو أن تقدمه. طب من متابعة حالة الجرحى والمصابين والشهداء أيضا، هل فعلا من الممكن إثبات أن الصهاينة يستخدمون أسلحة محرمة دوليا؟ نعم، هذا ما وردت بعض التقارير وتوثق حاليا، وتوثق حاليا من قبل وزارة الصحة الآن، توثق بعض التقارير الخاصة باستهداف ليس فقط أنواع محرمة دوليا من الأسلحة، ولكنها استهداف فئات معينة من أبناء الشعب من الأطفال والنساء بأسلحة معينة، ولا يصل هذا الأمر أبدا
إلى المقاومة، ولا يصل هذا الأمر أبدا إلى الكتائب المقاومة في فلسطين. الأمر يستهدف المدنيين، يستهدف الأطفال في القطاع، يستهدف بعض المناطق التي لا يعرف عنها أبدا منذ فترة طويلة أن تتواجد بها المقاومة داخل قطاع غزة. هذه النقطة الحرجة بالنسبة لنا. طيب أستاذ عباد، ونحن نتحدث عن يعني خرق للقانون الدولي وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، هل من الممكن تفعيل يعني النظرية القانونية في هذا الشأن؟ هل من الممكن أخذ حق الشهداء والمصابين والضحايا والجرحى وهذه ضد جرائم الحرب هذه من الاحتلال الصهيوني؟ بالتأكيد يمكن أخذ يعني تدفيع الاحتلال ثمن ما يفعل، ولكن طبيعة الحالة الموجودة حاليا غير متناسبة مع التركيب التي تعمل بها منظمات حقوق الإنسان. هم يعملون مع الضحايا المدنيين كأنهم شيء يحدث على هامش الحرب. ما يحدث اليوم هو استهدافهم بشكل مباشر. فالتقنية القانونية غير قادرة على مواكبة سرعة الأحداث والتعامل معهم. هنالك منظمات هائلة تعمل مع الأطفال في لحظة مثلا حدوث الحرب أو حدوث القصف. هذه المنظمات غير قادرة على الوجود في الميدان، لا معالجتهم نفسيا ولا طبيا. نتيجة أن مستوى الخطر تهدد أرواح الناس، يتم بعد ذلك أو يتم في سبيل ذلك في سبيل محاولة مواكبة جرائم الاحتلال يتم التغاضي عن جزء كبير من العناية التي لابد من توفيرها للأطفال وللمدنيين. وبالتالي تبدو المؤسسات الدولية التي تعمل لحقوق الإنسان حتى السلطة الفلسطينية والجميع متأخرين تماما عن مواكبة ما يجري حاليا. وبالتالي يبدو الحديث عن الوضع القانوني اليوم ترفا. أنت بحاجة إلى هدنة إنسانية لا تستطيع تحصيلها، والإسرائيليون حتى حين يعطون الهدنة الإنسانية، هذا للدلالة فقط على ما يفعل الاحتلال، هو يعطيها حتى يستطيع الناس الخروج ليروا حجم الدمار وحجم الأشلاء الموجودة، وبالتالي يزيد ضغطهم على المقاومة. يعني حتى ينتفي المعنى الأساسي للهدنة الإنسانية في هذه الحالة. فنحن بالضرورة متأخرون تماما عن الحديث عن ملاحقة قانونية، المهم إيقاف ما يجري حاليا. طيب دكتور ياسر، هل من الممكن من الناحية الطبية توثيق بأي شكل هذه الحالات؟ نحن نتحدث عن الحالة الإنسانية بعيدا عن المشهد السياسي، يعني إزاي ممكن توثيق أن هناك جرائم حرب ارتكبت وأن هناك مجازر ارتكبت في حق الفلسطينيين؟ نعم، بنقول ان توثيق الحالات لا يتم داخل فلسطين حتى الان تتم من قبل السلطات والاجهزه الطبيه الصحيه الفلسطينيه التي كفاءتها وخبرتها في العمل الميداني حتى الان نتيجه لفترات القصف المتتاليه في هذه الفتره من الصعوبه هذا التوثيق الان. ولكن في ظل هذه المعطيات ينقص الكثير من التوثيق الطبي لكثير من الحالات التي وصلت، مثل الطبيب الذي ذهب الى النرويج واعرض الكثير من هذه الوثائق. حتى الان لا زالت وزاره الصحه الفلسطينيه وثقت ما يقرب من 25 حاله لأنواع من الأسلحة التي تقصف بها حتى الآن داخل قطاع غزة، يعجز الأطباء في الداخل عن إيجاد حالة حتى هذه اللحظة. والجزيرة رصدت اليوم حالة إعدام جماعي كما شاهدنا على الشاشة. طيب أستاذ عباد، هل من الممكن في إذا ما تمت التهدئة مرة أخرى، إذا ما تمت ممكن أنه توصيل الاحتياجات الأساسية إلى الشعب في غزة، وكيف يتم ذلك من وجهة نظرك؟ بشكل أساسي هنالك حالة الحصار المفروضة من قبل العدوان، وبالتالي وهذه تعيق بشكل كبير حل المشكلات الموجودة حاليا خلال الحرب. وحتى الإمكانيات الموجودة داخل قطاع غزة لا يمكنها التعامل خلال فترة الهدنة. الهدنة تعلن لساعات، الهدنة الإنسانية لا تكفي للقيام بأي شيء، لانتشال الجثة لا تكفي. بالتالي آليات محاولة إدخال بعض المساعدات تتم من خلال إرسالها من الضفة الغربية أو من الخارج، ولكن حجم المساعدات لا يتناسب أبدا مع حجم ما يجري، وهنالك فرق شاسع. والهدف الإسرائيلي واضح، هو إطالة أمد هذه الأزمة، وبالتالي منع دخول المساعدات أو منع دخول أي طواقم طبية تستطيع رفض الطواقم الطبية الموجودة في غزة لحل الأمر. الشيء البسيط والواضح أن الإمكانيات الموجودة في غزة يعني لا يعلم أحد كيف تقوم بما تقوم به من جهود جبارة، وبالمنطق الطبيعي هي غير قادرة على القيام بشيء، وهذا تثبت كل يوم حجم الإصابات. فلنتحول إلى عمر فياض، وكيف تواصل معه المشاهدون حول الوضع الإنساني في غزة؟ عمر إليك. نعم، تابعنا أيضا الآراء حول الهاشتاج الذي تم إطلاقه من الجزيرة مباشر مصر، وهو إحنا مالنا بغزة، والذي يستفسر عن ما علاقة مصر بغزة من جميع الآراء. نبدأ بالرأي مع أسماء، تقول لو كانت روح الشهيد في غزة بتحتاج تعدي من معبر رفح وهي رايحة الجنة كانوا إلا على المعبر. الانقلابيين في مصر قالوا وإحنا مالنا بغزة. تقصد أيضا أو غياب الدور المصري حقيقة من الوضع هناك ومن المساعدات، وأيضا منع بعض المساعدات من الدخول إلى غزة. أما حسن يقول من يردد وإحنا مالنا بغزة مثل من يجلس في غرفة نومه في شقته ومطبخ شقته يشتعل أو يشتعل فيه النار فيقول وأنا مالي بالمطبخ. تعليق أيضا لي حسن يقول غزة دي جزء من قلبي وقلب كل عربي حر، يا رب يجعل لنا نصيب في الشهادة على أرضها من مصر
قلبي ينبض فخرا بغزة وبأهلها وفدائيتهم، ويضيف أيضا هذا الهاشتاج. تعليق لمحمد فوزي يقول: غزة هي خط الدفاع الأول عن مصر، هكذا يراها، وبعد أن تحول جيشها إلى جيش يصنع أو بعد أن تحول الجيش المصري إلى جيش يصنع الكحك والبسكويت بدل من صناعة الصواريخ والدبابات. آخر تعليقات على الفيسبوك من أسماء، يعني كان الماضي هو آخر تعليقات، إذا نذهب إلى تويتر وعليها من هذا المشارك الهادي، يقول: مصر الآن تنفذ ما يملى عليها أو ما يملي عليه المحتل الإسرائيلي وليس ما تريده مصر، فهي شريك كامل في العدوان والحصار الخسيس عليها كما يرى الهادي. أما يمنى تقول: إحنا منا بغزة، غزة جزء من مصر، إزاي نقفل معابر حتى الدواء ناس؟ أنا لا أفخر بمصريتي لأنها ضد الإنسانية. وللأسف أيمن، أن تصل أو يصل شعور بعض المشاهدين أنهم لا يفخرون بمصريتهم كما تقول هذه المشاركة. شكرا جزيلا لك عمر فياض، كما أشكر ضيفي الكريمين دكتور ياسر جمال عضو اللجنة الثلاثية لإدارة الملف الصحي بقطاع غزة ومؤسس لجنة الإغاثة والدواء بنقابة الصيادلة في مصر، والأستاذ عباد يحيى الباحث الفلسطيني في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وأشكر أيضا الزميلة غالية حمد مراسلة قناة الجزيرة التي كانت معنا عبر الأقمار الصناعية من غزة ووصفت لنا الحالة الإنسانية هناك. إذن عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. مظاهرات واسعة ضمن فعاليات جمعة المقاومة أمل الأمة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفضا للانقلاب العسكري.